رجعنا لكم بعد الإشهار. والله اسمعني الحق ما 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 تم انا بديت والله اكتشفنا موهبه جديده عندك يعيش والله ليه ما سليم كتبها الغنية مش انا برجلي تحيه سليم خوك معناها خدمه خدمه معناها غير ما خوك لا شخوك لا مش خوي مش خوي والروبريك نتاعو ماستر شو يدير بالميكرو يوسف العبيدي ايش قولك ايش قولك تصفيق على سليم العريسي ايه شكون الكلاش الجمعه الجايه بلوتون ندوروا العجله العجيبه المريئه مرضيه يا ربي كلاش الجمعه الجايه من نصيب يا رب تجي حتى كان واحد عمل جيفيره ويعاود مره اخرى لا أحلام بعضهم مش كلاشي بعضهم ليه أحلام ولا أحلام أحلام دونك أحلام مش كلاشي شكون كلاشي أحلام الجمعة الجاية كلاش كامل بتعديه ساكتة بون ما نحبش تكلاشيك أنت خاطر لا ما غير تكلاشي تمرمد اليوم زيد الجمعة الجاية ياسر لا متصير ولا كفو ما فاتلكوش معاه برجولي علاه ما كانش تكلاشي علاه كلاش لازمك تكلاشي يا 24 قادمة لالا لا لا هيش عندك مريت من عندي بلا سمع الاسترجالة تحت الياسمينة بالليل في ظهرة باش عمرك ودرشنية صحيح ظهرة الحكاية ودرشنية كما كنت فازلت عملها ما بين الغناية لا جياد قالوا من قالوا أبو خلوا الغناية شوفوا لا باش راجع لها أم كلثوم أنا ولا تحت الياسمينة بلاش بلاش باش نعمل راسك كيفك كيف شعراتك عاد؟ اش معناتها كلاش الساعة هذه؟ ما منك عشان حب نحس فيه بيناتهم يا بابا اش معناتها كلاش؟ بنتي هذيك قد بنتي بنت 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 بنتك لا اش معناها كلاش؟ انت تعرف فلاش ما تعرفش لا فلاش ديسك انت الديسك اللي هاك عرفت اخر كلاش خلطت عليه انا على الريح والجويني وقتها بعد انت خلطت على امك تراكي جاي لا شونس باش نخلط على انت ما ميت تراكي بيدك تلزا انت ما عندكمش الزهر اللي عامل غير عشتو انا لا اي لو طون اللي قيدنا اوكي الكلاش سي بون الجمعه الجايه اخت احلام باش تكلاشي امنا هاجر دونك فوالا قيدوا عندكم فوالا ربي ربي قديش ما بيناتنا تقول امنا هاجر بيناتي انا وياك والله نورمون برشا في بالي ما عندكش 10 سنين يقول امنا 10 سنين ماناش مصدقين انا وياك بيناتنا 10 شنو هو؟ شنو هو؟ ما عماش انت مره اخرى تحب تحشم والله يحب يدبر بلاصه هكا تقولها تكذب باش تنظف اللي قلته لازمك عمره تو هكا في العمر هنا تقولها تكذب يحب يدبر بلاصه نرجع للميسيون تاعنا تاعنا قلنا باش نحكيو على الرياضه في ميسيون اخرى علاقه التونسي والرياضه شنو علاقه التونسي بالرياضه شنو علاقتكم بالسبور نشوفوا بعضنا الفيتي اللي عملوا طيب ونرجعوا توتسويت علاقة التونسي بالسبور تبدا من الصغرى من المكتب والليسي اما كي نكبروا فما شكون فينا يكمل في طريق السبور ويتغرم وفما اللي شد طريق اخر وفما الولاد اللي نشوفوهم شهر قبل الصيف في ترانيو باش يوريو بدونيتهم في البحر وفما زادة البنات اللي كي يمشيو للسال دو سبور يعطيوها قد قد امور مكياج ولبسه تقول ماشيين لوطيه هيك عليه اليوم باش نعملوا تجربه مع التوانسه ونشوفوهم مازالوا على علاقه بالسبور ولا لا علاقة بالسبور سبور كنت ترينا وبطلت اش كنت ترين ترينت تاكواندو ترينيت ترينيت شنو يا رب نسي ترينيت مسكلاسيون قداش عندك ما ترينيتش عندي توا العام عام ما ترينيتش شنو كنت ترينا مسكلاسيون شنو الكوادريسيبس كوادريس والله ما نعرف باش شنو الدورسو تفرش كرش السلفيه بالليل هذوما قلت لي ترينيت انت باش شنو الدورسو دورسو هذا بريسيبس بريسيبس لا ما نعرف بريسيبس شنو باش تفضحني صاحبي ولا ما نعرفه ما اخر مره ترينيت وقتاش توا نص نهار برجيني شنو تترين انت بالضبط مسكولاسيون شنو مسكولاسيون بالضبط معناها كنت فسرنا خاطر فهم برشا عباد ما يعرفوش معناها مسكولاسيون تاع بدن اي شنو معناها تعويها شي عمل عضليات معناها شنو تترين بوكس و بوكسور معنين بوكسور قداش عندك ما ترينيتش برشا يمكن 5 عام حاجه اخر مره وقت ترينيت فيها اخر مره عام 90 علاقتك بالسبور معناها كيفاش
ما عندي حتى علاقة بالسبور، كنت قبل نترينا باسكيت وقصيت. آخر مرة ترينيت فيها وقتاش؟ شو البريود هذي أنا قاسة على الانترينمون. ايه مازالو زوز مازالو زوز تعبنا خويا. اش تعملنا دقيقة كيناج؟ اي نورمال طاج ولا ربي الناش. فقدتك يا عز الناس. مارش شنو تجد عملنا جرية صغيرة مارش ليكار تجد تحل ليكار بالرسمي حاجة خفيفة هذه انت قلت لي حاجات خفيفة انا وياك شو بالعبيد الكل تحطوا في انا معاكم نورمال ما يقلقنيش هاي ما يقلقنيش نعمل 20 بومب فيتاليتي كملها وانا من لي في هالدنيا سوا كنت طالت الغيبة ديس برافو طيب نحب تصفيق على طيب الصحافي انت انا دوك برافو طيب والله تويسة محليهم والله تويسة محليهم تويسة شنو علاقة التونسي بالسبور؟ نبدا ساعة كل واحد فيكم انتوما شنو هي السبور اللي عمله وهو صغير ديجا الساعة؟ زيد شنو ترينيت؟ التو رفع الأثقال سبور كورة وتنس والله ترينيت كورة وتنس كنت تصور رفع الأثقال ما تبطل لا تو بديتها رفع الأثقال تبعتكم توم والله لا كورة وتنس كي كل اللعبات كلها ما كملتش أنا كورة وتنس باه أحلام والله إني ما ربي سمحها هي تتفرج فيا تو مليني صغيرة ضعت مرة في البحر من وقتها لا خليتني نعمل حاجة لا خليتني نعمل دونس لا سيبتني لا تو عوضت اللي ما عملتوش تو خدتني في الدار بحذاها نهار كل وني ريقدة ريقدة ما عملت حتى شيء دونك ما تريني عمرك ما عملت سبور أما بحكم فما حاجة كي كبرت خدمت في سال دو سبور دونك وليت عندي اكسبيريونس في خدمت عامين في سال دو سبور شو خدمت؟ شو خدمت؟ جيرونت والله جيرونت جيرونت مش في بالي تريني انا لا مش رينجر اي ميغال وانت ما تقوليش عندك علاقه مع سبور لا لا عندي علاقه بالطبيعه العامين اللي خدمتهم انا غاديك لا لا عملت السبور الكل ترينيت هوند اي لا بجد قسما بالله شنو يا اخي بجد اخي شنو نكذب عليك انت ما عندكش حتى طرف بيسيبس من هوند بالله اه بالحق الهوند لازم بيسيبس بيان سور باهي الهوند اللي تذكره يبرح جر كان نلعبوا بيه يا ناري عليك يا حسر عليك انا يا سيدي لعبت تنس تنس ولعبت هوند باش نسمي لك لحظه فولي اطول حلقه باش تعدي خاطر تسميها الكل والله وعملت والله العظيم دخلت مره ترينيت في سال دو سبور مره في حياتي بعد الثوره قيت في سال دو سبور في المنزه التاسع عملت نهار برك اونترينمون ما تخلص شهر وشهر اخر نهار الثاني ماشيين لقاو الصاله مسك فما طلع السيد مولاي كان عايش في سويسرا قصوا له قال له ما عندكش الحق على سال دو سبور ماشي قدام الولايه بسم الله وبالله اي قال صار السيد فكوا له الرخصه ولا شنو الخوذه مشى باش يحرق روحه قدام الولايه نتاع ريان معناتها وجهك مبروك على سال دو سبور مبروك عليك اما لا من وقتها بدا يتصلح هاجر انت باسكيت نورمالمون هكا اي كنت انا انترناسيونال بروف نتاع سبور ديجا ديجا قرات عزيز ها قريت بدنيت هذاك قريت وين وقرات زاد مرت ميغالو في دور معناتها قرات سبور عندها كافون كي كنت صغير كيما الناس الكل فوت في الحومه وباسكيت وفولي ضمن الكل لعبناهم اما في الكيب سكولير كنت نلعب هوند
مدينه جديده هاي كيب سكولير مدينه جديده وانت يا مون انا والله عملت 8 سنين دانس كلاسيك جيمناستيك فهمت حليكار ولا عملنا شويه ديمونستراسيون هاك مش للليزي اون بلوس دانس كلاسيك بينا مو بون ظاهر عملت تيكواندو حكيت عليها برشا مرات لا عملت برشا خنشوفوا الاحصائيات مع تونسي من بعد عندها ليكم بعض النصائح الاخت هاجر من هي الاخصائيه نتاع الرياضه نتاعنا دونك لي ستاتيستيك نتاعنا شنو يقولوا 25% من التوانسه منخرطين في سادو سبور ويمشيوا مره ولا مرتين في الجمعه دونك شيفر به برشا جربوا التوانسه يترناو مره ولا مرتين في الجمعه به شيفر اللي بعده 23% اخر مره عملوا سبور كان في المكتب عنديش معناتها من المكتب ما ترناش هذا زياد معناتها من المكتب ما مشاوش ترناو بكل وهو ديجا ربعوا على الاخر به شيفر اللي بعده يقول 20% يترناو ويقصوا مش مواظبين على سبور مين قالوا دونك كيما لا مي قالوا انت مش في هذوكم تقول لك هما 22% من التوانسه منظمين يترناو اربع وخمسه مرات في الجمعه دونك برشا اربع وخمسه مرات في الجمعه والشيفر الاخرين 10% ما عندهمش الامكانيات باش يمشيو يترناو في سال دو سبور معناتها راهو اليوم سبور زاد يحبلوا فلوس زاد كيف كيف ينجم يمشي باركور ويزن ماكلة نتاعو بون ينجم يجري وكل بون سا ديبون طب بعد مش موضوعنا اليوم بالنسبه للسبور باهي هاجر بما انه انت الاخصائيه نتاعنا نتاع السبور باش تبدلنا بالواحد بالواحد نبداو من ميغال واحنا جايين كل واحد شنو ترى المورفولوجي نتاع بدنه باش تنصحوا لينا ليه ميغال وكل شيء بميغال نبداو بميغال شو ما تكلم ولا ما تتكلم هي من بعد جاوبوا ميغال وناقص ماس مسكولير بصراحه معناها ما عندكش هذه الجمعه الجايه نجيبها معك لا 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 يلزمك تخدم باش تخرج الريزولتا باش تظهر اموا نفس هي ما حكينا على روحه توا هو شو توا ضعيف ياسر يلزمو ماس مسكولير ماس مسكولير وريجيم اليمونتير يزمو شويه مسكول سورتو بعد اللي ريتو بير انزل على الشعير عليه كبش باه عندكش حاجه تدخل لا اللي قالته صحيح ما الثانيه شو اسمه ريجيم جو يزمك ريجيم اليمونتير اليمونتير موجود في الفريجاب يزمك شويه ماس مسكولير ريجيم اليمونتير احلام شو صح عندي عمي سيوار تو جيب معاه عنده حق في كعبتين ريجيم ولا كعب احلام يزمك تنقص شويه بوا وتنقص برشا من الفازات الماستين وتكبس شويه يكبس على مرخوح لا لا احلام احلام ركز عايش خويا مو راجل ضايع تو ما يجيش لا انت مكبوس راك مش ما عندكش مشكله رخفه الحمد لله ناقص ماس مسكولير انا كنت مكبوس هاو رخيفك بعد الكلاش اللي تبعو يتهلك يا والله كنت مكبوس بعد الكلاش تكبس وتنقص في البوا وتكبس معناها لازم اني با سبورتيف ظاهر معناها تكبس تلقى ما ترخف ما كي تبدا صغيره ما احلاها تبارك الله عليها ما كي تبدا صغيره بوسيبيليتي فيس فيس على لو ريزولتا فيس فيس باه زياد زياد بدنو باهي اما فعلو خايب لا اما مرخوف استنى مرخوف يمشي هكا واش اهو بروف سبور قالت لك راهو مرخوف يمشي هكا يزم برشا سكوات في لي جامب شويه سكوات بيسيبس سكوات بيسيبس هكا كونسنتري والله نترينا معاك والله تحيه لارينا جيم ونولي نتريناو مع بعض لا رينا جيم نزل في السكلاب ولا نساعد نبداو بالجري هاي نطلعوا للجبولات ومعنا امين باهي امينه شنو يلزم امينه بون عندها تولي تجي مزوز على ساقيها اول حاجه عندها مكبوسه خلي جمال يرتاح صوف شويه كيلك كيلو معناها بالنسبه لي انا انا نحبهم هكاك اي انت كانك تي بيان دون تا بو هذيك حاجه اخرى بوغ موا معناها كافون كافون بدنو به يركبك لي بروتيز اوريجينو اي ويولي شامبيون باراليمبيك بالمناسبة ذي قدم تحية لهشام بكوش مرسي خويا على الاخر هاي كملنا نصائح نتاعك كملني تصرف تصرف امين قاعد تخدم في المسكولاسيون على الغريس عندك كوش دو غريس سورتو لهنا سونغ الابدومينال مشحن انت مولي توريك عادي انت ظاهر شنو يا اخي انت شعر بريكيه بجنبه وشو شحم يبش كلش حمرة لا تبارك الله هو عنده ميسكل مي اوموا عنده على الاقل 10 كيلو ينقصهم اسمع ما عادش توندونس ما تحب تخرجنا عرفوا قيد كيف هي بعد ليه ما عادش توندونس الضعف ياسر لا لا عادش هي النصائح نتاعها واحنا سمعناها ويعطيها الصحه اما هذا باش نطبقوه خاطر باش نتعداو الجي او الالعاب الاولمبيه جودي اولمبيك تو سويت في جي دي تي سبور نتاعنا دونك جيو جودي اولمبيك الخميس الاولمبي دونك نحب نرحب بالساعه بكاظم مرحبا كاظم خويا مرحبا ميرسي بوكو وامين مرحبا دونك لي دو كوتش نتاعنا اللي جاو سبيسيالمون من جيم بوكس قولوا لنا كي تراو الساعه بالواحد بالواحد شنو تقولوا عليه مثلا احلام شنو رايكم فيها هكا تاع سبور ولا
احلام سبورتيف هديجا. اه وين تترينا؟ انا نعرفها ترينا في سوسة خاطر اه ترينا في سوسة تعرف كافون يزمو شوية كرش تقنعها يزمو شوية زيد شوية خشام بدن مزيان على الاخر خشام بدن مزيان على الاخر باهي اجرح فيها كذا ما تعطيش بالظهر باهي ميغالو عاد تبارك الله عصا كورنير خويا كان قالوا صعيب شوية صعيب صعيب برشا ما لابش يضعف عندون زيد قول نشيل ما تجي بجي فيا مل ولا لوك نشيل فيك مل فيك مل فما شوية كي تشوف ترى أمونة خلينا نشوف أمون ترى أمينة صافا كلها أمل كلها أمل صافا أمينة صافا هيج باغفي هيج باغفي وعزيز غزواني بالله تصفيقة وعزيز نطولي معنا اليوم باه عزيز مريقل جو سبور جدا جو مريقل وسبور باه قلنا شنو باش نعملوا الساعة بالضبط باش نعملوا ديفي للبنات باش يعملوا إليفاسيون فرونتال افيك أن بوا اللي تقعد اكثر هي اللي تربح اللي تقعد اكثر هي اللي تربح والاولاد شنو قعدوا الاولاد ديفلوبي كوشي ديفلوبي كوشي نوت على كوشي باه ديفلوبي كوشي اما شنو يعملوا شوفمون ساعه قبل بيان سور باه خليكم عندكم فازي رجلوا مالكم اعملوا لهم الشوفمون رجلوا اموركم تصرف وانا راني مروح اوكي باه ليش شوفمون توت سويت نجمو نبداو دونك الاولاد يجاو اقعدوا الاولاد لهنا الاولاد يجاو لهنا لطون يكملوا البنات دونك من بعد مع الاولاد باهي هذا الميكرو نتاعك تصفيقه بالله على كافو اكثر واحد فوالا مع البنات قلت لي باش نعملوا ديفي اليفاسيون فرونتال باش تهزوا واللي تهبط يد لحظه بركه اللي تهبط يدها الاولانيه هي اللي تخسر هكا بيد بركه بيد بركه بيان سور باهي شو شو شجعوا بجد جمعة كان هذه الرديكة بقى اللي يخسر يهبط سي بون غلطة غلطة الهزارية هيجي لازم تعالجوها بالنوطي روي تاوي مش كيف كيف بالك هاي يا ميلو لا لا هيجي الخسر تعال هيجي رايك قوزك يلا مينة ما قعد كل شعرك ضحكنيش لا عاد ياسر هاي سي بون امينه ربحت الالعاب الاولمبيه واحد منكم الاولاد فازيل الجو الاولمبيك نتاعنا فوالا تو يجي بعض ريت الميسكل اللي عندي وش هذه مش يتفضلوا الاولاد تو هاي الاولاد هاي البنات سي بون تو الاولاد الاولاد قلنا ديفلوبي كوشي باه ما شجع حد عزيز بيبليك شوية بشوية تاكل بيجا تاكل شابت أمين أمين واحد اثنين ثلاثة برافو ثلاثة أخوة كات كات هوني سان سيس سبعة ويت نو برافو ميغالو هاي ميغالو ميغالو هاي ميغالو ميغالو حب كل حاجة قبل ما تبدأ. ويني كمان؟ سلم على. سلم على الوالدة، سلم على أمي، قل بنتي أنا نحبك. حاضر ولا؟ أنا كنت تكا نرقد لو خلنا نشوف بسم الله يا رب إن شاء الله زين كلامي قال ما قال نسيت أيوة سيب حاضرين تروا خلنا نجرب قبل الميزان قدم شوي بس قدم شوي قدم غاش صحيح أيوة سيب شوي زوال بعد بس واحدة لا 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 ل
لا 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 خرج الباب خرج الباب قدام واش سير على الباب خلي خلي واحد على الباب في الاخر واحد تاع الاخر طاب اثنين على الاخر على الاخر طاب 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 فوالا ثلاثه اي اربعه خمسه سته سبعه استنوا فيها الناس الكل هي اللحظات الحاسمة زياد المكي هاي زياد بما انه بما انه شكون تعدى البالين تاع 10 كيلو عدوا طول 20 كيلو 20 طول 20 كيلو باه نمشيو ل 20 حطوا 20 كيلو طول باه انت 20 كم مره كم 24 باه باش نقصوا نبداو 20 كيلو 8 مرات كافون انت عادينا الربح سي بون تحب تكمل ولا سي بون كمل كافون باه باه 20 كيلو 8 8 ريبيتيسيون مره هذه باه نبداو بعزيز هاي عزيز طبعا انا حتى مش نعاود شويه نعاود شويه نعاود شويه 20 دخلنا في نحكي معاه مش نعاود شويه ما تخون ما تخون شويه لا هذيك انا تو رجعت تخدم لا لا لوطه 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 اربعه خمسه سته هاي زيد خلي كافون زيد يرتاح شوي هاي زيد بعد كافون باه حب وين انا بس كيف ترتاح انت سي بون ايليميني 10 كيلو تمام سي بون خلي ميغالو بيه ميغالو كمل انت طبعا هاي سجون يا زيد هاي هاي زيد خد بالك زيد تعاون يا مان تعاون يا مان هيا أربعة مازال أربعة والله قد إيه خمسة أربعة خمسة خمسة سيس باهي ما كملش ما كملش مازالش أما باهي حاول هاي كفو تصفيق على كفو بيقالوا تحب تجرب ولا بيقالوا نزيدوا 10 كيلو أخرين نزيدوا 10 أخرين أرجع عزيز زايد خمسة خمسة ينجم ولا ينجم لا لا بيقالوا هذاك خليه في الآخر بكرة نزيد 10 كيلو أخرين عزيز نجم خل نشوفوا ينجم واحد ولا شوية أما ساعة قبل ساعة قبل ما ينجم واحد ولا 5 ريبيتيسيون هكا ولا ما يجي جملني أمير أي واحد شبيه ما لعبش أمير 80 كيلو آه ما فينال حتى
التصفيقه كبيره برشا على الكوتش نتاعنا. برافو للكوتش، يعطيكم الصحه. امين كاظم يعطيكم الصحه. جيم بوكس دونك نوتر بارتنير. كلمه الاخر عندكم، شو تحبوا في الميكرو؟ في الميكرو. على الانفيتاسيون، ميرسي بوكو على الانفيتاسيون اليوم. و وسبور حاجه باهيه على الاخر، معناها الكل لازم يعملوا سبور. و جيم بوكس ايكيب، عندنا ايكيب حلوه برشا. على عنده اللي عنده ملابس ميكرو. On vous invite Jim Box, Dio Bahdena. Merci à l'invitation. Comme je l'ai vu, il y a des gens qui ont la mentalité ou des gens qui ont fait le sport. C'est une chose qui est en Tunis. Inch'Allah, nous continuons comme ça. Bon courage tout le monde. Voilà, je vous remercie de vous aujourd'hui. Bravo à l'électronique. Je vous remercie de vous aujourd'hui. Je vous remercie de vous aujourd'hui. سلامة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من ليدي تو. اليوم باش نحكيو على عن تيم سبيسيال اللي برشا توانسة انتريسي بي. اي تاتواج عنده أركية سينيفيكاسيون و سي بارتي كبيرة من تحياتنا. على هذاك اليوم عنا انفيتي تخي سبيسيال. اون فيت هو سي ان بارمي لي تاتواج لي بلو كونو في تونس. مرحبا بك يحيى. عايشك ليدي، سي ميرسي على البريزونتاسيون و ميرسي زاد على الانفيتاسيون. تعرف يحيى، عندي برشا ميساجات و دي كيستيون فاس لي تاتواج، و انت اليوم باش تجاوب عليهم. انا ديما حاضر باش نجاوب عليهم. تخي بيان. En fait, déjà, شنو هما لي توندونس هما متاع السنة؟ متاع السنة خارجين أكثر توا لي سيتاسيون، كيما زاد خارجين لي تاتواج مينيماليست فينو شوية، نقولوا احنا كلي فيهم دي تريونجل، دي بتي فليش، حاجات فلورال زاد. دي فلورال سي فري. وأون بلوس توا العباد ولات تمشي أكثر على حاجات ياسر فينو. أي وكونسيرنون لوغاجمون سوسيال، إن فيت إسكو قالك في خدمة مع لا فامي وعلى شكون يحب يعرس؟ تونس برمي البلدان اللي فيها تاتواج مالفيو أكثر من برشا دول أخرين زادا. فمش كون في خدمته مثلا ما يطردوه من الخدمه كريمه ولا ما يقبلوش كومبليتمون. فما طفله مثلا مش تعرس بواحد تحب وتقام مع بعضهم عندهم 5-6 سنين ودار طفل ولا العكس، ما يقبلوش الطرف الاخر جست على خاطر عنده تتواج. هذاك علاش ديما العباد يلزمهم يخموا في اللي تتواج نتاعهم قبل ما يعملوه، ياخذوا اون كونسيديراسيون لا سوسيتي. اسكو من الكليونات نتاعك فما شكون ندموا عن تتواج؟ فهم برشا قاعدين يندموا على التتواج برشا، سيرتو الاغلاط نتاع الصغار هذوك اللي يكتب اسم صاحبته ولا هي تكتب اسم صاحبه. سي فري فما منهم برشا. كيما زاد فما عباد كيما نقولوا احنا كانوا تابعين موفمون ايديولوجيك، كان تخمامه في حاجه ومن بعد ولا تخمامه في حاجه اخرى. وشنو هي السوليسيون كي واحد عمل تتواج ندم عليه؟ فما بليزيور سوليسيون. فما مثلا نغطيوه اللي هو نحطوا تتواج اخر فوقه، وفما السوليسيون الاخرى اللي ننصح بها برشا اللي هي يمشي يعمل دي تتواج ينحي كومبليتمون بلازر. وسمعت زيد على الحكايه اللي فما تتواج نتاع 6 شهور، معناها اللي يقعد شوي ومن بعد يمشي. حكايه التتواج نتاع 6 شهور ما فماش منها كومبليتمون، هذه ريمور. جاتني مره مثلا اوتيس قاعده تقرا باش تمشي تعمل اكزامان الفينال نتاعها، ركبت لها في الصيف الاوف نتاعها ما تقراش، مشات عملت قالوا لها تتواج، ومن بعد كي جا وقت الاكزامان نتاعها لقاها عملت تتواج، لقات روحها في الشارع بلا خدمه بلا حد شيء، خاطر ما قبلوهاش خاطر التتوي اتسيتيرا. كيفاش يعمل واحد كي يعمل تتواج اول مره؟ معناها كان يوجع ما يوجعش، شنو هما الاسوام؟ بالنسبه للتتواج راهو سونساسيون ديزاغريابل، معناها تو سامبلومون سي ان بتي ماليز بالنسبه للفاس لي بري سي ا لا بورتي. ماهوش غالي برشا، ديجا فما حتى عباد يجيو من برا يعملوه في تونس. بارلو ايجام، واحد كي يعمل التتواج ينجم يعطي الدم من بعد ولا لا؟ بالنسبة للتتويرة كان جاي تتويرة دم ممسخ، راه بار اكزومبل لي جوار الكبار بتاع الفوت والكل كي يعملوا اناليز دو سون على المنشطات، دم ممسخ دونك البيلون واش باش يظهر زاد منشطات ولا على خاطر الدم ممسخ. أنا فما برشا تتواج اللي عجبوني برشا، بار اكزومبل كيما التتواج نتاع اريانا جراندي في صباع نتاعها. اما انت قلت لي انك حاجه مش باهيه برشا، معناها التتواج دون لي دوا في الصوابع لهنا جلده تتبدل في ساعه، دونك ريجينيراسيون سيلولير تيلمون الي رابيد لين كدير نتاع انت هذاك اللي ملون بالحبار يتجدد في ساعه ويتهلك. سا سي دو ان دو دو. في بالك زاد اللي فما خطر على البدن حتى في كاد انفيكسيون من تتواجد في الصوابع، اليد تستعملها ديما باش تنظف كرهبتك، باش توكل كلبك، باش ما نعرفش كان انت تغسل معون ولا ما باش تغسل معون. اكيد انا امراه حره نعمل كل شيء في الدار. معلم بصحتك. دونك باش تغسل معون باش تعمل كذا، عندك اون كونتاكت مع بليزيور برودوي ومش الكل باهين للجلده. يعطيك صحه يحيى، وان شاء الله جاوبناكم على سؤالاتكم الكل. وكان عندكم دي زوتر كيستيون اباتو لي كي لاد على باج جديتو وبيان الانستغرام نتاعي لي تيلو. باهي. اسمع اسمع، ما تنجمش تمشي من غير تعمل تاتواج باركونتر. في باليش باهي الفتاة هذيا. سي سي هاي تصور يا اخي توا ما تحملش عليها، سيتي با بريفو. هكا كنحب تاتواج توا، خاطر قلت لك ديجا من بكري، معناها ديبي لونتون قلت لك اللي نحب نعمل تاتواج، ما قلت لكش شنو. باهي هكا. ليش نقولوا حاله اون ايطاليان دي سونو برونتا. سونو برونتا؟ سونو برونتا. سونو برونتا.
اي دونك عاد احكي لي علاش بالضبط التتويج هذا معناها علاش مش اون فيت انا ديجا كيما قلت لك لوتر فوا عندي برشا من جافي اونفي دو فير التتويج هذا خاطر انا ديجا مولوده في تونس ونحب برشا 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 تونس وديما كنسافر نحب نحكي على تونس وخاطر بلادي وفما برشا بلايص باهيين خاطر التوريزم وكل دونك كي نسافر نحب لابد يسلم شنو التتواج نحكي على تونس امور واضحه فوالا واو سي مانيفيك ميرسي بوكو هكا توا عندك تونس توا عندي بلادي ديما معايا كملنا الحلقه اليوم نتاع ليدي تو استناني في برشا دي سوربريز دي نوفوتي بوتي كوزميتيك كل جودي في ليدي تو مايا انا ليتيسيا نحبكم فوالا ليتيسيا تنجموا تلقاوها في ليدي تو كل جمعه عملنا سبور شيخنا عملنا جو ضحكنا سي زياد ونذكر الساده المشاهدين انه فما 20 مليون باش يربحهم شكون الليله و20 مليون هذوما ينجموا يكونوا ليك انت سيد المشاهد بعد اقل من شهر من توا يكفي انك تعمل بالحظوظ نتاعك قوي حظوظك تبعث حرف تي بالاس ام اس على 85811 واخر الحلقه نتاع اليوم تنجم تربح زوز ملايين كاش وتلعب على 20 مليون تربحهم كيما الفائز معنا ان شاء الله الجمعه هذه. مازال شويه موسيقى في الميسيون نتاع اليوم اكيد شوفوا سينجل تو تسويت سينجل الاسبوع في كاراوكي. Been forgotten, I Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, cutting I Joe? بعد لي كاروكي اللي تعديو وشوفنا فيهم برشا فن موسيقى من عند التوينس الجمعة هذي رجعنا بغنية جديدة. Dude, son, you mean the man or son now? Yeah, man, dog. Chong, tang, tang, man, man, dong, dong. Yeah, dan, 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 Dun dun dun. Where is the comfort? Where is the go? La 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 la. Raga ba da do do do. Yeah, 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 yeah. Gun da do. Yeah. Yeah. Been married long time ago. Go. And I sent to lunch ago. كاتنا جو سينجل اسمه كاتنا جو ما عادش عرفتوه ولا بلاش كون عرفوه بلاش تعاود نعاود عزيز شكون حافظ كبرنا عليه هيا مين هذا حتى حد ما حب يجربها ميغالو حفظها ولا ايه ميغالو ايه بالموسيقى يا جاسك ما تاخذش الموسيقى شو اسمه الله شو اسمه الله باري الجنده برافو ميد برافو على هذه الأنغام الجميلة نستقبلوا معنا الفائز بمبلغ 20 مليون كاش راك خويا ونعرف بلي انا غير نعرف قبل ما تتضرب زياد ويبوس في كابون مرحبا سيد مرحبا ايجا خويا على فليستك الف مبروك ليك الفائز بمبلغ 20 مليون كاش باه سيدي الغالي كنت تصور روحك نجم تربح 20 مليون والله يا عمري ما تصورت جمله بكل جمله فعلا عمرك ربحت حاجه قبل جمله حتى دينار حتى دينار لا عمري ما لعبت لعبه في حياتي
اما انت يا خويا هذاك ولد حومتي صح؟ من المدينه اي انا من المدينه مدينه جديده مرحبا بها نيويورك اي نيويورك تبعت اللعبه هذه والحمد لله انت بعثت ولا فما شكون بعث لا لا انا بعثت انا بعثت وحتى كان هو مش هو بعث راه هو بعث انا بعثت لا والله انا بعثت قدم من مساج بعث والله ما حسبتش اما في ليلتها معناها في الليله نتاع القرعه نتاع اي في الليله نتاع القرعه جربت حظك وبعثت شو تخدم في الدنيا انت انا في وزاره التربيه في وزاره التربيه سيرفيون في وزاره التربيه ولا لا انا سيرفيون جينيرال كنت سيرفيون قال لي ليه سيرفيون جينيرال لا في المدينه اللي سي قيم العام في المدينه قيم عام كنت في المدينه انت ماك خليت عندي صحيمي عاد انا صحيمي اي عاد احكي لي احكي لي احكي لي كيفاش كان قبل كيفاش كان احكي لنا على لا تعرفوهم برشا كان يجي مخر ولا لا 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 اللي صغير رجال ما يخيبش والحومه ويحبوا الحومه وربي يخليه ان شاء الله ربي يشفيك حاشم مغزل شو حاشم مغزل يا عمي وحشين مغزل اول مره يحشم في حياتي لا حشمش خاطر حس اللي يحكي فيه مو صحيح انا نتروح في رادس في تكنيك في رادس زاد امين لا انا ما تصورش امين لك جناح في لسان تكنيك تاع رادس كان يخرجوا من النقبه اللي في الحيط هذيك قبل ذكرها يا اخواتنا انا الحفره تاع رادس العظيم عاوز سؤال يبين فيا شنو باش تعمل بال 20 مليون والله انا ولدي تفرقوا مع الكلاب تفرقوا مع الكلاب والله العائله وشويه كيا وشويه صحاب شويه 20 راه والله انا ربحت 20 توا صار في 35 بالكلمه بالله كيف اللي يعطيني مليون اللي خليهم عندنا خليهم عندهم وعدهم هنا عندنا عليك من الله هذا هو الشيء لا باس باذن الله كان نقول لك تخليهم عند واحد من الكرونيكور شكون اللي تثيقوا فيهم الكل كرونيكورات امين تحسوا امين اسمع نكلمك هذاك عنده حب خاص هذاك نكلمك وهذاك هذاك معناها ولدي يعشقه ها يعشقه عشقه وهذا خمسه وهذا نحس ولدي وهذا هذاك مستقبل كبير ما بحبش يغزل شكون؟ أحلام ربي يوصلها بالسلامة ربي 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 يوصلها في الخدمة لا ربي يوصلها بالسلامة حتى كتران يا ريت حتى ظهرت حبلة يا ريت معه لا مشكل بالحبال ربي يوصلها بالسلامة في خدمتها في ربتها وهاجر هاجر عندها مستقبل كبير تشوف سميها على خزين الاخرين تشوف انت امينة زاد تبارك الله عليك عايش تبارك الله اما خير في التنزل في الدنيا هاجر عرفت توا توا هاجر اما خير في التنزل بنت رادس رادينا بنت مونجيل تشرفوا بيك عايزنا كنا جمعة هذه في مونجيل رادس في الاكاديمي مع الامريكي مع فتحي فتحي ولا كنت في رادس جمعة هذه تبدك ليه يعني شكون تخلي توا يمشي فلوس ها تروح بيهم يا سيدي اعطوك الف مبروك لي مبلغ 20 مليون كاش قل لي تفضل اي حاب يعمل تحيه قدم تحيه لامي وبابا ربي يحفظهم عايشكم نقول لامي ربي يشفيها ان شاء الله امين يحفظ الصحه ولعائلتي صغرون ان شاء الله ربي يفضلهم وريان واخت ورانيا ولوزارة التربية وكامل قطاعات وزارة التربية ونذكر بالخصوص المدرسة الإعدادية الطيب المهيري على رأسها سي خليفة المنصوري ما حد جبل الجلود على رأسه سي صابر الجبالي نقول ربي إن شاء الله يوفقك في الصعوبات لا الناس الكل الناس الكل القطاعات الكل من العمال للقيمين للإداريين للأساتذة للناس الكل أنا ولد التربية والتربية عندها مزية عليا وأنا التربية حاجة وإن شاء الله ربي يستر أولادنا وإن شاء الله ربي يوصلهم بالسلامة إن شاء الله ألف مبروك ليك مبلغ 20 مليون كاش إن شاء الله العاقبة لكم أنتم تحبوا تربحوا كيف هو 20 مليون أبعثوا توا حرف تي بالإس إم إس على 85 800 واحدة إن شاء الله مبروك ليك مرة أخرى في الأمان يا عايشة في الأمان إن شاء الله مبروك في الأمان باهين 20 مليون كفان يا زيد سي بون تلحق اي والله لا تحيه لوزاره التربيه خاطر هذوما اللي ربونا ويربيو جيل كامل وكان مش هما راهي تونس دخلت في حيط والله مبروك عليك المشاغب رقم واحد بامتياز شو اسمه؟ كليب نبيل كليب مرسي كي يبدا عمرك فوق الأربعين يا فرير وانت ما تحبش تعرس ومازلت تعيش مع امك وابوك في دارهم يا عجل الجن اللي عايش معاك في البيت ينجم يقلق منك في اي لحظه خويا الغالي ما ساعتين ما ثلاثه تاع الصباح يخرجك يقول لك اسمع قوم قوم تقوم انت مفجوع اسمع قول لك كلمتين يا تعرس
يا راني ورث النبي محمد نهزك للمكسيك على ساقيك بيجامه كيما انت هكا حفيان خمم انت يا خويا الغالي تقولوا برجلنا يا صاحبي الجيم الدنيا بارده يا فرح هو تقولوا الدنيا بارده تحبش نجيب لك فيديا شلاغم اسكوبار تعملهم جيليا صوف بيان سور فرانسوا وكريستين كي عرسوا خويا الغالي ما يعرسوش في فرنسا فرانسوا وكريستين يعيشوا مع بعضهم 10 سنين عندهم ثلاثه صغار متفاهمين عايشين على الجو تعرفش منين عايشين على الجو لا معناها ما عندهمش الزيق يا غالي عايشين هكاك بالكلمه كل نهار سبت يبدا يقوم فيها كريستين قوم امان خلينا نمشيو نعرس وتقولوا لي اليوم مثلا الوليد عنده كمان جا تقول له الدنيا بارده يبدا تهمشوا الكنيسيه اللي عملنا العار اللي يعيشوا بالكلمه كلمه في تونس فما كلمه تكذب يقول لك ترى 20,000 تعرفوا السلاف ناتوريال كيف يصير فيزا زعما مين هذه ما تسالش من عند شو ما كاش السلف هذا مانيش تابع الموضوع هذا يا جمله انا يقول لك 13,000 عارفين يكونوا عندك سير مش هون مش 10,000 مع الشوفه هو بيده مع الشوفه ينقل فلير من حومه جمله كريستين وفرانسوا يعيشوا 10 سنين مع بعضهم عندهم ثلاثه صغار من غير صديق انت صديقك خويا في البلديه قدام اربع حوم عدول هنا بوك هنا بوها هنا شاهد هنا شاهد هنا وخمسه هيك حلولك مع بعضهم ماما هكاك انت ما عندك وين تعرف فماش هذايا بالكلمه وكذا اه باش نفسر لك يا غالي علاش نحن رجال نخافوا من العرس نحن رانا ما نخافوش من البنات راه الغله بصفه عامه عمرها ما كانت تخوف خويا عمرك ريت خوخه ولا بنانه تخوف انت البنات ما يخوفوش نحن نخافوا من الصغار علاش على خاطر ربك سبحانه كي خلقنا بيان سور اخلق الرجل والمراه ماهمش كيف كيف يا غالي المراه كي تسمع صغار مخها يكتب لها فامي امور الرجل مخه يكتب له سبطان حوانت عاشور ديريكت بيان سور تصور العرس مازالوا ما حضروش وهي تقول لك شيري شاهي رمان رمان يا كافره تعرفش معناها معناها عباره اخويا الغالي انت قاعد في الجرجاني شادك بحاث اللطف عليك يا ميجا يا اخويا سالك سؤال الاولاني انت مازلت ما جاوبتوش وزادك السؤال الثاني باف واتكف ديريكت كريستين مرت فرانسوا امها خدتك بريجيت كي كريستين في سافيس على جروسيس وكذا هز التليفون الو كريستين Pourquoi tu es enceinte, hein? Pourquoi? Mais pour profiter de la vie avec ton mari et tout, prends ton temps, pourquoi tu es pressé? Khatek Jalil, on m'a dit. Zidou, Zidou Kirsch, ou la Zouz, on m'a chimé de Haddek, 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 وحدك ماكل أربعة أسطلة بسيسة عينيك باش تخرج كامل بسيسة يجي طفل ترقد هي ولدها في البيت ترقد أنت في الصالة غالي راهو بسيسة مش بسيسة ترقد راس راس أنت والبنك يا بنين ما عندك وين هارب نزيدك الزيادة يا غالي خلي كان ولدت المرأة وكيما نقولوا الوليد مثلا شهرين ونص هكايا فاق مكايا تنحم القماطة وولدت تنجم تخرج غالي ما عادش تقعد في الدار لازم الناس كل تعرف اللي عرست وجابت صغار راه بونتو راه هي ماخذته ماكش ماشي بالها مضروبه فيك لا بنين هي حاجتها بصاحبتها يا غالي تبدا تلوقح خويا من دار لدار الوليد عمره 4 شهور عامل نومبر دو فيو اكثر من بالتي سافا والله العظيم حاجه اخرى غالي انت بنت خالتها ما تحبش تجاهل الدار خاطر تعرفني انا معقده باش نغزلك انا اسمي نزاهه وعندي وليد عمره عام تو وانت ما تحبش تجيني للدار خاطر تعرفني باش نغزلك قولي صباح خير نزاهة صباح خير نزاهة نهارك زين يا بايرة تصفيق أقوى من هناك على نبيل كليب بما أنه اليوم جونا في السبور والرياضة مغرومين بكرة القدم بيبليك ولا فوت فوت سلايم سلايم حضر لكم أغبى كورجية في العالم تسويت اهلا وسهلا بكم في اغبى جوارات العالم في مدينه مانشستر الانجليزيه كان المدرب يستمتع بالنسيم العليل على الرصيف فجاه دخلت فيه بارتنير انظروا معنا الاعاده وانا راكش على الميدان دخلت فيه بارتنير في مدينه جالاتا سراي التركيه تخمر حكم المباراه وقال لهم بالحرف الواحد نلعب ولا نحرم فخرج له الجار وقال له بنروح العب قدام داركم الكرة بلاستيك سبب غش والديك
في مدينة الخرطوم السودانية ذهب الحكم إلى عيد ميلاد أحد أصدقائه في صولجان سكر متاعهم، وعندما جاءت الأديسيون تذكر أنه ترفر ورأس ماله في جيبه 6200 فرنك حق زوز باكوات انتار وصاوها عليهم ولاد حومته. وعندما هدى السيرفور صحبة صاحب المحل حط على ساقيه وشد شد محرز هرب، شد شد محرز قطع، شد شد محرز قلبنا. محرز هرب وسلكها ولم يخلص حتى فرنك. في قاعدة الأحباب ما تستدعاش محرز القلاب. في مدينة الرياض السعودية دون ذكر الأسامي وبأقل حساسيات تقدم اللاعب المخضرم سعيد عويران وحاول تسديد ضربته مخالفة لتكون شبيهة بتصويبة روبرتو كارلوس العالمية. نعم، نسج على منواله وأسكن الكرة في الزاوية 90، هدف من أجمل أهداف العالم. ركشتك في العمران مكش متاع كرة يا سعد عويران. في مدينة أمستردام الهولندية تخمر هذا جنش وقام بعمليات بهلوانية ليسكن الكرة المدارج الخلفية. انظروا معنا الإعادة، 1-2 عسكريين، ولدك مش متاع كورة يا مدام. في مدينة النصر التونسية اقتحم الشنغال الملعب وقام بتشنجيل سيارة صفراء اللون كانت عند امرأة كبيرة ماشية فقط 60,000 كيلومتر، عطوا فيها 17 وما بعدش. انظروا معنا الإعادة، صورا في البال لحظة الصعود على الشنغال. في مدينة دكار السنغالية قام البونتيروس بإدارة مباراة كرة قدم وقام بإدخال البهجة على الحضور من رقصة الفيل الناعس إلى النعامة العسولة ثم جارية الفسفس ثم الحلزون الليلي. شكراً يا بونتيروس على لحظات البوز. تصفيق اقوى منك على وسيم. وسيم شوف لك بلاصتك راه سلايم راه سيد، انت خليت لي بلاصه بعدك الغنايه اللي عملتك. لا والله، لا والله، برافو سلايم. تصفيق اقوى منك على سلايم. راجعين بعد شويه يا جماعه باش نستقبلوا بعضنا محسن عيفة لزوز ابراج اللي باش يحكي عليهم برج القوس وبرج العذراء بعد الاشهار.